Shape the strip of uniform density lies in the XY plane as shown. XY plane. Its dimensions are marked in the figure اللي هي 15 و20 40 يبقى هنا 5 كلها 30 25 يبقى هنا 5 كل حاجة معلومة. بيقول لي find the x coordinate of its center of mass. عايز بس ال x مش عايز ال y. يبقى ممكن نعمل الجدول كالتالي في ثلاث أجزاء. أدي السيجمنت بتاعتنا 1 2 3 اللي هما 1 2 3 الأريا بتاعت كل واحدة. وأدي الإكس الأريا الأولانية 15 في 30 يعني 450، التانية 25 100، الأخيرة 5 في 30 150. الإكسات الأولاني همشي للنص يعني 7.5، الثاني همشي الـ15 كلها ونص الـ20 يعني 25، الثالث همشي الـ15 والـ20 اللي 35 ونص الـ5 يعني 37.5. ونطبق القانون الإكس بار سيجما الإكس في الأي على سيجما الأي. يعني عندنا 3 أشكال، هيبقى إكس 1 في أريا 1، إكس 2 أريا 2، إكس 3 في أريا 3 على مجموع الأريات. نطبق الإكس 1 7.5، الأريا 1 450، الإكس 2 ب25 والأريا 2 ب100، الإكس 3 ب37.5 والأريا 3 150. طبعا لازم يطلع أقل من النص، هي كلها 40، يطلع أقل من 20 بشوية لأن هي رايحة جهة الأريات أكتر جهة اليسار. 7.5 في 450 2500، 3 7.5 في 150 تقسيم 700، 16.43 سنتيمتر. يبقى المركز على بعد، مركز الشكل كله على بعد 16.43 في اتجاه الاكس، وفعلا اقل من النص لان النص 20 والاريا اكتر كده شويه، لازم يطلع اقل شويه.